مواطنون. ايوه المستافون، الشواطئ ممنوعه، الشواطئ راهي ممنوعه وفقا لقرار ولائي. وضع نقاط مراقبة ثابتة على مستوى المداخل المؤدية إلى الشواطئ التابعة لقطاع الاختصاص الأمن الوطني على مستوى الشاطئ المجدوب والشاطئ مطربة. يهدف هذا الإجراء أساسا إلى منع وجود ودخول مصطافين إلى الشواطئ التابعة إلى إقليم اختصاص الشرطة، كما ستتواصل هذه الإجراءات إلى غاية فتح موسم الاستياف من قبل السلطات العليا للبلاد.